السلام عليكم. إيران وجهنا تحذيرا جديا للأمريكيين بشأن اليمن. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. على وقع الضربات الأمريكية المتكررة ضد مواقع الحوثيين في اليمن، وجهت إيران تحذيرا لواشنطن. وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء إن بلاده وجهت رسالة تحذيرية للأمريكيين بما يقومون به من الاشتراك مع بريطانيا في البحر الأحمر وضد اليمن، يعد تهديدا للسلم والأمن. كما اعتبر أن تلك الضربات الأمريكية تشكل خطأ استراتيجيا. إلى ذلك أردف قائلا: في الوقت الذي شنت فيه أمريكا وبريطانيا هجمات على مواقع في اليمن، أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود حوالي 230 سفينة تجارية ونفطية في البحر الأحمر، ما يعني أن السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل فقط هي التي يوقفها اليمنيين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية. أما فيما يتعلق بحزب الله ولبنان، فرأى الوزير الإيراني أنه كنتيجة للصراع في غزة واتساع نطاق الحرب إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل، وقال: الإسرائيليون أثاروا بعض التهديدات وتحدثوا عن إمكانية توسيع نطاق الحرب، وكل هذا هراء. فمنذ بداية الحرب وإسرائيل هي من تشعر ببالغ القلق من اتساع نطاق الحرب من قبل حزب الله والمقاومة في الجبهة الشمالية في لبنان وفق تعبيره. وأتت تلك التصريحات بعدما أعلن الجيش الأمريكي في ساعات مبكرة صباح اليوم تنفيذ ضربات جديدة مشتركة مع قوات بريطانيا ضد 8 مواقع في اليمن. وبدء 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي هاجم الجيش اليمني 33 سفينة إسرائيلية بمختلف الصواريخ الباليستية والمسيرة المفخخة، ما تسبب في حصار شامل هدد الاحتلال الإسرائيلي وأطبق عليه اقتصاديا. كما فاقمت تلك الهجمات المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والمستمرة منذ 4 أشهر إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتوسيع الصراع. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.